أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. نقول طلابي بأن الله عز وجل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وجعل رسالته صالحة لكل زمان ومكان بأن امتازت بالوسطية والاعتدال والشمول والمرونة، وبذلك ما جعلها قابلة لمواكبة مختلف الأحداث والتطورات في كل عصر، وقادرة على إيجاد الحلول لما يمر به الناس من مسائل وأحوال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالرجوع إلى ما في مصادر الشريعة من قواعد وأصول كلية لتعريف أحكام ما يستجد لها من قضايا. فتعريف الاجتهاد في اللغة هو البذل والعطاء، والجهد هو الوسع والطاقة، وفي الاصطلاح هو بذل الإنسان الواسع في إدراك حكم الشرعي بطريقة الاستنباط ممن هو أهل له. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم طلابي، من أهمية الاجتهاد، يعد الاجتهاد وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية الغير معروفة فيما يتعلق بحياة الناس وأمورهم من أمور مستحدثة في كل عصر. من شروط الاجتهاد: المجتهد طلابي الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، التقوى، العلم بأصول الشريعة، التمكن من اللغة وسعة الاطلاع، العلم بأصول الفقه وقواعده، امتلاك مهارات البحث والتحليل والتفكير. أيضا الاجتهاد فيه أقسام: الاجتهاد الجماعي وإنشاء المجامع الفقهية، وبذلك يمتاز الاجتهاد الجماعي بعدة امتيازات ومميزات، منها تمثيله رأي عدد أو جماعة ما يجعله أقرب إلى الصواب من أن يكون رأي منفرد. أيضا إقرار بعد كثير من المناقشات والمحاورات، اعتماده على أصحاب الاختصاص في مختلف المختصات التخصصات العلمية والطبية والثقافية. وأيضا هناك إنشاء مجمع فقهي لتقوم بهذا الدور الجليل، مثل مجمع البحوث الإسلامية في جامعة الأزهر في مصر، والمجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة. أيضا طلابي، من المسائل التي فيها اجتهاد في العصر الحديث مسألة بيع الأعضاء والتبرع بها، ومسألة التأمين التجاري. هذا طلابي مجمل حديثنا عن موضوع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل بعنوان درس جديد، ألا وهو دلائل وجود الله، ومنها الفطرة، والدليل الهداية وغيرها. دمتم برعاية الله طلابي، على أمل اللقاء بكم بدرس جديد في الأسبوع القادم. شكرا، وحفظكم الله ورعاكم.